بدي أحكي عن أستاذي أبو حمزة. هو شخص كثير رائع شخص كثير رائع تغلب على كل الصعوبات اللي بواجهها خلال فترة المعيشة في الزعتري. بشتغل بمجال المسرح، يعني كان لابد أنه نشارك أو نساهم بتخفيف جزء من أنواع المعاناة لأخواننا اللاجئين بالمخيم. صرنا نعمل مسرحيات تخفف عنهم وبتعكس الصورة للاجئ السوري أنه هو إنسان وقادر على العطاء، قادر أنه يمارس حياته رغم الظروف يلي صارت فيه، رغم المأساة اللي صارت فيه. مستقبل دائما بشوف انه ما بعرف، يعني بحاول اني ارتب اني كل يوم بيومه واعيش كل يوم بيومه، لانه احنا بواقع يعني مجهول، يعني مش عارفين شو بعدين شو راح يصير. وعندي ولدين حمزه وخالد. حمزه كمان من ذوي التحديات الخاصه، يعني نفس المشكله تبعيتي. يعني فكر دائما باولادي مستقبلهم، طالما أني قادر أقدم إشي فهذا الإشي اللي أنا بحب أني أقدمه هو عن بخليني أستمر دائماً بأي عمل عم ينجح